عن الزكاة في الأرض التي كانت تزرع برا وشعيرا وذرة، أصبحت الآن لا تزرع إلا من الخضروات كالطماطم والفاصوليا والبامية وغيرها من أنواع الخضروات، فهل عليها زكاة أم لا؟ وكذلك الحيوانات إذا بلغت نصابا مثل الإبل والأغنام والبقر، وأخذنا واحدة على النصاب وأعطيناها أحد المستحقين، أو ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء، أو أكلنا نحن منها، أو نبيعها ونتصدق بقيمتها، فما حكم هذا العمل؟ أولا، أما الزكاة في الخضروات من ما ذكرت، فالصحيح من قولي العلماء أن الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثمار، وإنما تكون الزكاة في قيمتها. إذا كان يتحصل لديكم منها قيمة من الدراهم تبيعون منها ويتحصل منها قيمة ويحول عليها الحول، فإن الزكاة تجب في قيمتها. أما هي بذاتها، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها لا زكاة فيها. أما ما ذكرت من الإبل والغنم، تجب فيها الزكاة بشروط: أولا أن تكون نصابا، والأمر الثاني أن يحول عليه الحول، الأمر الثالث أن تكون اتخذت للدر والنسل لا للعمل عليها، والأمر الرابع أن تكون راعية الحول أو أكثره من المباح من الكلاء المباح. إذا توافرت فيها هذه الشروط وجبت فيها الزكاة، وتخرج إلى الفقراء أو المساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، بل تخرج كما أمر الله سبحانه وتعالى، تخرج إلى الفقراء والمساكين. وإذا كان ولي الأمر أرسل جباتا للزكاة تسلم إليهم، فإن لم يكن هناك جبات المسلم يخرجها ويصرفها الفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها. وأعظم من ذلك إنكارا أن يأكل من لحمها كما ذكر، لا يجوز له أن يذبحها فضلا عن أن يأكل من لحمها، لأنها خرجت عن ملكه، لأنها زكاة وصدقة الفقراء والمساكين، لا يجوز له أن ينتفع بشيء منها ولا أن يعود عليه شيء منها، لأنها صدقته. حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها إذا بيعت، لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال. الله أعلم.